اعز اللقطات او الحاجات اللقطات الحلوه اللي انت بتفتخر بيها واللي انت خدتها في ماتش معين او للاعيب معين. انا عندي ضربه الجزاء اللي احنا خدناها في ماتش هولندا. ماتش هولندا كابتن مجدي عبد الغني. اه صورتها من خلف المرمى من ورا بروكلين. من ورا الجول. انا خدتها ازاي؟ يعني مثلا انا توقعت ان حسام هيشوط مش هيخش جوه ايه؟ جوه المنطقه. جوه 18. ولذلك انا كنت جايبها وهو ايه؟ بره لسه. وهو مستلم الكوره. والخبطه اللي اتخبطها بره، بس هو لما كمل الحكم اداله الفرصه. صح. فلما دخل المنطقه وقع ادى ضربه الجزاء. انت جبت اللقطه اللي كابتن حسام حسن بيتشد فيها. بالظبط. بيتضرب فيها اللي هي لحظه احتساب ضربه الجزاء. ايوه. وبعد كده جه كابتن مجدي عبد الغني جون الشهير بتاعه طبعا. صورتها من ورا المرمى. الكوره داخله في المرمى. بالظبط. دي من اللقطات اللي انت يعني بتفتخر بيها. طبعا. لا والجون بتاع حسام هنا. بتاع هنا في الجزاء. وعندي بقى ايه جون انا دايما بفتكره، يعني انا كنت لسه طالب في المدرسه ورحت الاستاد. الهدف بتاع والدك بتاع المصري لما لعبها من ورا خط الجون. ايوه. وبعدين قطع الكوره وراح رقص. ايوه اتنين اول مره وحطها. دي من ضمن الحاجات اللي انا ايه. دي انت اخدت اللقطه دي يعني ولا كنت بتتفرج على الماتش عادي؟ لا خدتها برضه. خدتها. وفي كمان يعني مثلا دي وبعدين سنه 82 81 حاجه كده يعني. في الحدود ده. انا بقول لك الحاجات اللي هي ايه. انا لو هقول لك على حاجات يعني انا مثلا بقول يعني مثلا اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي، لما تيجي تقول كلهم اولادي فالكادرات كلها ايه؟ الفيلم بيبقى فيه حوالي 36 صوره. ايوه. فانت ما لو صوره وحشه يعني مثلا لما جم عملوا لي الاختبار عشان يشغلوني في الجرايد ولا المجلات، كان مثلا ايه؟ تفتح الحنفيه نقطه الميه دي لازم تصور الصوره وهي في نص الصوره، انما النقطه قبل ما تنزل يعني اختبار للتصوير. اي اختبار. ايوه اختبار. وخصوصا ان انت تظبط ايه بقى نقطه الميه دي؟ انك تجيبها في نص الصور. في نص الصور. لا من الطرف اليمين ولا من الطرف الشمال عشان يشوفوا الظبطه بتاعتك. ايوه. وخصوصا شغل الرياضه، يعني احنا مثلا زمان كان عددنا 5 مصورين بس في الرياضه. ياه. في كل في كل الجرانين. في كل الجرايد. ايوه بالظبط. دلوقتي بقى في كتير جدا. جدا. يعني انت تتخيل لما الأهرام الرياضي يقوم على مثلا على الغلاف على الصوره من بتاعته. بالظبط. صوره خدتها مثلا فالغلاف يبقى وحتى موضوع اشرف قاسم ده برده كان الغلاف بتاعي انا موجود، وحتى لما تيجي تقلب الصفحه تقول لك الغلاف تصوير جمال هلال. ايوه. مثلا. وبعدين حاجات كتير قوي يعني انا مثلا افتكر كمان عم حلواني الله يرحمه المصور. ده كان صاحبي وحبيبي كان رحمه الله. مصور جميل رحمة يعني الله طبعا. ما هو في مثلا ثلاث مصورين ابتدوا من نادي الزمالك. يعني الحلواني وجمال هلال وخليل بونو لو انت تفتكر. عم خليل بونو طبعا. ايوه. دول ابتدوا من نادي الزمالك. انا ليا كمان ذكريات مع والدك ربنا يديله العمر، يعني احنا فاكرين الماتش بتاع فؤاد جوده لما حصلت مشكله مع كابتن حسن وتوقف الماتش، كان ماتش الكاس بتاع الاسماعيلي. ماشي. وبعدين ايه رحنا هناك كسبنا الزمالك، كسب الاسماعيلي 2-0. وحيد كامل وعلي خليل. ايوه. وصلنا للدور بتاع الكاس. ما هو كان وقتها بقى حاجه جديده عاملينها دور الثمانيه من ايه؟ ذهاب وعوده. ذهاب وعوده.